وقعت وزارة البترول بروتوكول تعاون ما بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي. يهدف البروتوكول إلى الاستفادة من القدرات والكفاءات والخبرات المتميزة بهيئة الثروة المعدنية في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لاستغلال الثروات المعدنية داخل منطقة المثلث الذهبي. وبموجب البروتوكول سيتم العمل المشترك على تبادل الخبرات اللازمة في مجال التعدين داخل منطقة المثلث الذهبي، إضافة إلى التشاور بشأن إعداد الاشتراطات العامة والقواعد اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة التعدينية بالمنطقة، إلى جانب التعاون في الترويج لفرص استثمار ثروات مصر الطبيعية بالمثلث الذهبي. أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التبادل التجاري ما بين مصر والأردن بلغ 980.4 مليون دولار خلال العام 2022 مقابل 915.8 مليون دولار خلال العام 2021، أي بارتفاع قدره 7.1%. أوضح الجهاز أن قيمة الصادرات المصرية للأردن بلغ 726.5 مليون دولار خلال العام 2022 بمقابل 711.1 مليون دولار خلال العام 2021 بارتفاع قدره 2.2%. وأضاف أن قيمة الواردات المصرية من الأردن بلغت 253.9 مليون دولار خلال العام 2022 مقابل 204.7 مليون دولار خلال العام 2021 بارتفاع قدره 24%. لافتا إلى أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال العام 2022 هي الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 155 مليون دولار. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط محت المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بسبب خطط الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات على فنزويلا بما يسمح بتدفق المزيد من نفطها عالمية. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر إلى 90.76 دولار للبرميل بنسبة تصل إلى 0.12%. هذا فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر إلى 87.75 دولار للبرميل بنسبة تصل إلى 14%. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالمية بنسبة بلغت 0.1% لتصل إلى 3.02 دولار وذلك مقابل اللتر. فيما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 0.7% مسجلة 2.67 دولار وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. بحث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ديانغ تشينغ تشانغ قضايا تعاون بشأن إمدادات الطاقة إلى الصين وأيضا توسيع الاستثمارات في قطاع الوقود والطاقة الروسي. هذا وناقش الطرفان سبل التعاون في مجال إمدادات النفط والغاز والفحم والكهرباء للصين، كذلك في مجال الطاقة النووية السلمية وتوسيع استثمارات الشركات الصينية في مرافق معالجة الوقود والطاقة والغاز في روسيا.